أنا اسمي شهد أبو صبيحة، عمري 16 سنة، ساكنة في مخيم بلاطة. أنا مرشدة في كشافة مرشدات يافا التابعة لمركز يافا الثقافي. انطلقت مسيرتي بالكشافة وأنا زهرة، عمري 10 سنين. كونك أنت تكوني مرشدة في الكشافة فهذا الإشي بخليك دايماً في محل قيادة. كمان الكشافة أثرت على شخصيتي كتير، إني صرت أحب أساعد الناس انطلاقاً من الوعد إنه أساعد الناس في كل وقت، وكمان إنه زرعت فيه قيم كتير حلوة إنك تعمل عمل التطوع باستمرار، وكمان قوت شخصيتي كتير كتير. فإنه كنت أول شيء زهرة وكان تفكيري محدود، فلما كنت في الكشافة وتطورت فيها وصرت في مركز مرشدة إنه صار تفكيري أكتر، صرت أحب الكشافة أكتر. كمان كل ما إنك ترفع العلم وتحكي الوعد وتنشد النشيد الوطني فهذا الإشي بيخلي وطنك دائما في بالك ومتذكره كتير. فأنا بتمنى إن الكل يشارك بالكشافة لأنها جد بتأثر في شخصية الواحد وبتخليه يتطور، والكشافة كتير حلوة. مرحبا، أنا نغد محمد الدجاني من سكان مخيم بلاطة، عمري 16 سنة وأنا مرشدة في مجموعة كشافة ومرشدات يافا. أنا بالكشافة من الصف الرابع. طبعا الكشافة أثرت كثير بحياتي، زرعت في موهبتي الثقة، علمتني حب الناس، أساعد الناس، أطور حالي، إنه أنا جعلت مني كشافة إني شخصية قيادية، إني بعرف، تحملتني مسؤولية وأنا حديت الآن على قد المسؤولية. وطبعا إني كوني أنا مرشدة في كشافة هذا وسام كبير إلي، وبفتخر كتير إني أنا بمجموعة كشافة ومرشدات يافا. أنا اسمي سراج رائد الخطيب، عمري 10 سنين من مخيم بلاطة، أنا زهرة في كشافة مرشدات يافا. علمتني الكشافة إني أكون متطوعة وأساعد الآخرين وأعتمد على نفسي. أنا اسمي رفيف سمودي، عمري 9 سنين من مخيم بلاطة، أنا زهرة في كشافة يافا. علمتني الكشافة إني أكون قوية، أدافع عن حالي، أكون جريئة وأدافع عن حقي وأحكي حقي بدون خوف. وهيني أنا كطفلة قاعدة عم بحكي معكم بدون خوف. أنا اسمي لين أبو مسلم من مخيم بلاطة، عمري 9 سنين، أنا زهرة تفتحت براعمي على حب الخير والاعتماد على النفس.